زي من كل شوط الأول والثاني الاختيار من التأهيل من كل فئة راح يكون أو سيتم اختيار 10 إبكار من الحقائق وعشر أيضا من القعدان الحقائق من كل فئة راح يتم أو سيتم اختيار 10 هجن مشاركة. الاختيار سيتم والفرز حسب الأفضلية من ناحية التوقيت الزمني. وكذلك أذكر الأخوة المشاركين بأن التأهيل للهجنة القطرية فقط، التأهيل والاختيار هنا على أرضية ميدان التحدي أو ميدان الشحانية سيكون للمشاركين القطريين. وكذلك أذكر بأن السباق القادم للحيل والزمول تم تقديمه إلى يومين الأحد والاثنين القادمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في تحديات الكبار في ميدان الشحانية في هذا التواصل وهذا التألق مع شوطنا التاسع، ينطلق على بركة الله وتوفيقه قبل لحظات في مسيرة الذلل المهجنات الأصايل. مشاهدينا متابعينا الكرام، ونحن في سيرنا إلى المركز الأول وإلى من يقتحم أول الأسماء في هذه اللحظات. أشوف المركز الأول في هذه اللحظات الدوحة مع المركز الأول، الملكية تعود لجمعة الكباشي السوداني. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني وحيشة مع المركز الثاني، وتعود ملكية وحيشة مع محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع المركز الثاني. المركز الثالث، يا سلام يا سلام، أشوف هذا الوصول هملولة، الملكية تعود لصالح بن حمد القمرة المري. يا سلام، تشاهدون هذا الشعار 2022، هذا شعار كأس المونديال باستضافة دولة قطر في عام 2022. يا سلام يا سلام، كأس العالم، الله. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام، هنا مياسة مع المركز الرابع، راشد بن خميس الغويص مع المركز الرابع، انطلق إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز الرابع، يا سلام، شعار فهد بن سيف بن محمد آل سعيد الخيارين، اسمها شقرة مع المركز الرابع، شقرة مع المركز الرابع أو الخامس في هذه اللحظات، فهد بن سيف آل سعيد الخيارين. يا سلام، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، نتيجة الخمس الذلل الأوائل. يا سلام، في هذا المهرجان، في هذا التحدي، ويعتبر مهرجان حقيقة، هو مهرجان الهجن الأصايل في منافساته، في تحدياته، في تطلعاته وآماله. يا سلام، المركز الأول في هذه اللحظات، هنا الدوحة، الدوحة الدوحة مع المركز الأول، الدوحة أول الأسماء، أول المنطلقات في هذا الشوط وفي هذه اللحظات، لا زالت تسيطر، لا زالت تحافظ، لا زالت هي الصامدة على المركز الأول، هي الممتازة، هي القوية، حاملة شعار جمع الكباشي السوداني مع المركز الأول. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني وحيشة 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 وسلالة وحيشات. السلام، المركز الثاني وحيشة لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام، صالح بن حمد القمرة المري يقدم هملولة مع المركز الثالث، المضمر حمد بن سالم بن جهويل المركز الرابع في هذه اللحظات، مياسة مع المركز الرابع، ملكية مياسة لراشد الخميس الغويص. المركز الخامس، شقرة مع المركز الخامس، شقرة تعود ملكية شقرة لفهد بن سيف بن محمد آل سعيد الخيارين. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذا لا يعني أن الأسماء قد توقفت، انتظروا المزيد، انتظروا المزيد، انتظروا الشعارات، انتظروا الأسماء، انتظروا شعارات كبيرة، أسماء، أسماء الهجن الكبيرة التي تشارك في هذا الشوط. لكن عودة حميدة مع مقدمة الشوط، عودة حميدة مع الصراع، عودة حميدة مع الانطلاق، من يريد الانطلاق، من يريد الناموس، من يريد
الإعلام فليتقدم إلى هناك إلى هناك إلى هناك مع وحيشة، وحيشة مع المركز الأول، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام مع المركز الأول. المركز الثاني الدوحة، الدوحة بمرافقة مع وحيشة، الدوحة تعود الملكية لجمع الكباشي السوداني، أيضا هنا راشد بن خميس الغويس يدفع لنا بهذا الاسم وبمياسة العود وبماركة مياس. المركز الثاني في هذه اللحظات أرى تغيير الأسماء، تغيير الأسماء جاري وجاري الاتصال دائما مع تغيير الأسماء. هملولة 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 لصالح بن حمد القمرة المري. المركز الرابع في هذه اللحظات شقرة، يا سلام يا سلام، واشقر على شقر يا الخيارين، واشقر على شقر مشاهدين الكرام، فهد بن سيف المسعيد الخيارين. لكن اقتحام الأسماء غالية غالية، والناموس غالي غالية، والسبق غالي غالية، والكل غالي. يا سلام، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، هذا الاسم اسم غالية يعني له الشيء الكثير، حاصل على كؤوس كؤوس هذا الاسم عند الخيارين. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، عتيق بن قراع المري في عملية التضمير والتدريب والعناية دائما مع الغالية. المركز الثاني من الجانب الآخر، هنا تدخل الأسماء، هنا وصول الشعارات، هنا اقتحام الأسماء في هذه اللحظات، وأرى شارة شارة مع المركز الأول. يا سلام، لا تستعجل يا البلوي في هذه اللحظات، هنا محمد بن حماد البلوي ينطلق في هذه اللحظات، يطلق التعليمات مع الألف وميتين، الألف وميتين مشاهدين الكرام، أنت في ميدان الشحانية دير بالك. المركز الثاني غالية غالية مع المركز الثاني، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام يا سلام، غالية 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 غالية، راعية البنتلي مشاهدين الكرام في كأس المونديال يا بن بريك. يا سلام، هنا غالية 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 مع مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ولكن إلى شارة إلى شارة إلى هذا التألق. الله، وصلت الخطيرة، وصل الخطر الكبير، وصلت غالية 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 مع المركز الثاني، وهنا أيضا خيرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري واشتد الصراع. غالية تقتحم المراكز، تقتحم المركز الأول، غالية 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 مع المركز الأول. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يا سلام، يسير بعرض جميل، يسير، زادت، انطلقت، توجهت إلى المنصة الرئيسية، توجهت إلى المنصة الرئيسية صاحبة سجلات حافلة، سجلها غني غني بالإنجازات، غني بالسجلات، غني غني بالنواميس، غني بالسيارات، غني بالفوز دائما، يطمح لتحقيق الرموز، هذا الشعار. وصلت غالية، رحبوا بغالية. يا سلام يا سلام يا سلام، في هذه اللحظات اهدي السلام والتحية والاحترام لمبارك بن محمد بن زايد الخياري، وللمضمر المزعج العتيق بن قريع المري. ها هي لحظة الوصول، تهانينا له على هذا الإنجاز. المركز الثاني إشارة لمحمد بن حماد البلوي، المركز الثالث خيرة لمحمد بن زايد المنصوري، المركز الرابع من الجانب الآخر شعار راشد بن خميس الغويس، المركز الخامس المركز الخامس شقرة لفهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين. مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهدتم الغالية غالية بالمركز الأول، والناموس غالي دائما، النواميس مع غالية ومحمد أو مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وتوقيت غالية لحظة الوصول. تسع دقائق 39 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثاني شارة مع المركز الثاني، الثانية موصولة لمالك شارة محمد بن حماد البلوي، والتوقيت الزمني 9 دقائق 40 ثانية 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث خيرة وصلت في المركز الثالث لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري،
والتوقيت الزمني لحظة وصول خيرة 9:41، 5 أجزاء من الثانية. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة جديدة والكريبي بن جابر المري.